çiçeği aslında kumsalda bir kum tanesi. Kadarmış belki mutlulukta zamanım yok geç kalmaya. Hayatın daha en başında her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da adıma. Asiye halik oluyor. فهمنا حاجة والدني شوفوا مين أهلا وسهلا بأيدي شو أخبارك اليوم شوفي ليش اتجمعتوا روحوا من وشي لؤي باك ليش متوتر شو كنت عم تحكي ما عم اسمع شو عم تقول يا ريت لو حكيت شوي بصوت اعلى مشان نسمعك منيح كمان لؤي باك وحتى انا بعطيك الميكروفون هيك الكل بيسمع احكي يلا احكي شو ناطر انا بكرهكم دافين رح خليكم تتقلعوا كلكم بعدي بالوشي ولاد لوين رايح ضحك كثير حجر بزعل عن جد مو معقول حياته يا اخي طقني ضحك هي اول مره بتكون حالته هيك لانه الفضيحه اللي صارت امبارح دمرته نهائيا ايه صار بدها هلا رح نرتاح منه اسبوع وهو محبوس جوا نرتاح منه ديما مزبوط يلي سمعته وزعلت عليك كثير زعلتي علي عمر رح يتجوز فكرات لا تحطي ببالك ديما انت لساتك صبيه الف واحد بتمنى يكون معك الدنيا اسمها ونصيب شوفي والله انا ما حسيت عليهم ابدا لو حسيت كنت نبهتك بس هيك الدنيا دائما ما حدا بيامن لها اذا بقول لك تفاجات بكون عم كذب شو كنتي ناطره منهم يعني اخ يا ديما بعرف شو حاسه هلا شو محكوم علينا نضل استبنى وقت القطعه هالشي مو مقبول ما تقهري حالك ماشي اوف شو بدك مني داليا المنطق بيقول هيك النهاية الطبيعية بعينا من الأول كلهم اتوقعوا هالشي يعني من الأول أنا فكرت نبهك بس خفت ما تفهمي اللي رح أقوله بجوز تفكريني غيرانة منك أو عم أأذيكي ولا يهمك ديما يا قلبي على طول الحياة هيك طيور على أشكالها تقع هالشغلة معروفة هو أنت وين؟ وعمر بيك وين؟ داليا لا تخليني هلأ أقوم وفشخ الإي فيكي فرقيني بقى روحي من وشي لشوف شي طبيعي مو متحملة لو كنت بمطرحك كنت انتحرت لأخلص من هالفضيحة بعد كل هالتعب يلي تعبتي لباس ومكياج وشعر وغيره عملتيهم مخصوص لتطبقي عمر قبلكجي بجلالته وفجأة شو بتطلع لك فكرة لسه في حدا بيسمي ولاده هالأسماء الثقيلة بتنطلك هيك هوب تسرق عمر بهالبساطة ما تزعلي كل واحد واسمته طولي بالك داليا روحي صارك براس مناخيري فهمنا لا تعلي صوتك شو أنا يلي سرقت حبيبك منك؟ انتو من وين جبتوا هالحكي هاد؟ عم تألفوا قصص وتكسبوا نحن لساتنا سوا ما تركنا يعني يا حرام معصبة كتير انتي حبيبتي خلص انتو سوا لسه فهمانة عليكي مارلين مونرو حاسة حالي مارلين مونرو لؤي هدي هدي لا تقلبها دراما من الصبح ما بدها هالقد شو بدك بوز وجليد انت شو رقم المسجات تبع التبرع 43-81 يا قلبي ومنكتب حياة بدون سرطان ومنبعته وهيك منساعد علاج الأطفال المصابين ومندعمهم بحياتهم الحياة بدون سرطان 4381 مزبوط ايه اي واقف وانا كمان خليني ابعت وحدة بعتلن ساوي لك شي شغلة
لعند عمر يلا. في سفرة حلوة تروحوا؟ لوين؟ عطوز ليا. ليش؟ شو ليش؟ في مؤتمر كبير بدنا نشارك فيه، وانت اللي المفروض تحكي باسم الشركة كالعادة، والمسا عندك عشاء عمل مع صالح بيك وجماعته، اصحك تتأخر، وبالنسبة للسفرة رح تروحوا، لا تقلي لا. وأنا؟ وانت كمان؟ شهر عسل اعتبروا، رح تنبسطوا هنيك، في اوتيلات رايقة كتير بصراحة. من وين طلعت بهالفكرة هاي؟ لمين شهر العسل؟ شو فكر ما عنا شغل؟ شو هاي شهر عسل؟ شو هالحكي هاد؟ صرتي عايدة الفكرة مرتين، ليش متوترة اليوم؟ اقعدي. شو شبكن؟ ما فينا شي، بس مو ضروري يروح عمر بيك، رح يروح مع حدا تاني، يعني حدا بيفهم بالمؤتمرات، حدا بيفهم عليه وبيليق فيه. حاسس في شي. مو رايقين شكلكم. كلام ديما خانم مزبوط غسان، شكلها مشغولة هالفترة، مو ضروري نتعبها بالسفرة، براحت عم سافر لحالي. مو حلوة. أنا برأيي لازم تاخد حدا معك، إلا ما يكون في حدا عم يخطر على بالك وحابب تاخده لهنيك. انتو شكلكم بلشتوا تتخانقوا على انتي عملتي لا انتي اللي عملت، هلأ فهمت، هيك القصة لك. ولحتى اختصر عليك، ماني رايحة محل، احجز لي لحالي غسان. اي تكرم تكرم. عمر بيك تفضل، هذا الملف. رح موت بدي احكي. داليا روحي عشغلك. ممكن بس سؤال واحد؟ مو ممكن، لا. حضرتك وديما. داليا يلا رايحة. ماشي صالح بيك طبعا، اصلا انت بتقدر تحكي مع عمر بيك وقت تتعشوا وتتفقوا سوا على التفاصيل. شو معقول ما يجي؟ اكيد بده يجي صالح بيك، حدا بيصح له يشوف حضرتك وما يجي؟ طيب تمام، انا اللي بشكرك ولو. ايه تكرم ماشي تمام، منشوفك اكيد، وانت كمان باي. اوه ايه، مين بدي ابعت مع عمر على العشاء هلا؟ ابعد داليا، بس عمر ابدا ما بيحبها. غسان لا تقلي مو رايح، بترجعك وعكس اللي ما بدك تروح. اكيد مع زلمه 50 مره طلعت روحي لوافق، انا ميت عمر روح. لا تموت بدي روح. بحبك انا، عم بقول رح ابعت معك داليا، المفروض يروح معك حدا ماشي؟ لا الي حدا غير داليا. اذا راح ديما مو احسن برايك؟ بدك حبيبتك هي اللي تسافر معك، بدك تكون معه وتبقوا سوا باخر رواق. ديما احسن. شوف هلا هي احسن اكيد، بس اذا ما وافقت تجي. حاول ما على توافق، اتصرف انت. غسان بيك بدكم توافقوا لي قلبي انتو. شوفي ديما، هلا انت قبل شوي حكيت على السفره وانا قلت لك ما بدي واعترضت على القصه كلها، يعني اذا بخصوص الشغل مجبوره اسافر، مو بايدي شو اعمل. ديما تاخرتي كتير، المشكله اني خبرتها لداليا مشان تروح مع عمر.
وداليا وافقت. لا مستحيل بكسر رجلك. قصدي إذا بتخليني روح مع عمر بيكون أريح له، بتحمله وبعرف طبعه، وأصلاً أنت قلت لي قبل ما تقلق له. الشي اللي بيخطر على بالك بالأول بيكون هو يلي مفروض يصير. بتزلوا كتير أنتوا اتنين ها؟ كيف ما فهمت؟ اتفقنا، معناتها روحي يلا بتفوزي معنا ديما. شو بدي أعمل؟ مجبورة. غسان بيك هو يلي أصر علي، بالآخر هذا الشغل مو تسلعي، لهيك مجبورة أني وافق. عادي الشغل هيك بده، لأنه بحترم حالي وبحترم الشغل يلي عم اشتغله كمان. لو لهيك شو؟ لو لهيك شو دخلك أنت؟ هاد شي خاص، بالنهاية كل واحد منا عنده حياته. على فكرة بدنا نمرق على البيت لأنه لازم أخذ كم شغلة. نمرق على راسي. شكرا. نمرق. تفضلي لهم. شكرا، عذبت حالك، لحالي بفتح الباب. ماشي. شكلك ما فيكي لحالك. شوفي يا رجلي علقت، ما كنت عم بتطلع قدامي وقعد كتير عادي. طلعي. شو رأيك ما تتمسخر؟ مو حلوة منك عن جد، عيب، عيب كتير. شوي شوي. شوبت كتير. كيف ديما؟ عم قول شوبت، ممكن تفتح لي الشباك؟ شغل المكيف إذا بدك. ما بحبه، مو كتير صحاب، خليني افتح الشباك، الهواء الطبيعي أحسن. تليفوني وينه يا ترى؟ برأيي تهدي شوي، مو ناقصك وقعة تانية. أنت شايفني جدبة يعني؟ كيف بدي وقع وأنا بالسيارة؟ بس وين تليفوني؟ أصحيك. شو اللي بضحك بالموضوع؟ المقعد قريب وأنا عم حاول جيب الموبايل طرقت راسي. طولي بالك، من عندي أسهل. تفضلي. اسلموا إيديك. مو بيناتنا. شو بدك تضل تضحك؟ والله عيب عليك، ما بصير هيك، ما حدا بيضحك لا على المريض ولا على الموجوع. موجوع ومريض. تفضلي يا خانم. شكرا. اهلا. ما احلاكم انت وياه، قديش كن لابقين لبعضكم، الله يحميكم من العين، بتجننوا. لما بشوف هيك هالشباب يلي مثلكم بحس الدنيا بألف خير، بحس الحب لسه موجود. انتو متجوزين؟ يا ترى صار عندكم اولاد؟ مو متجوزين لسه، ما في هيك شيء. مخطوبين نحن. شو حلو،
كتير فرحت لكم، الله يتمم لكم على خير ويعطيكم السعادة. أيام الخطبة هي أحلى شيء، ديروا بالكم على بعض وعيشوها مبسوطين. الله يهنيكم ويتمم لكم على خير. رح استأذن، تقلت عليكم، الله يوفقكم، بتمنى لكم السعادة مع بعض. الله شكرا. الله معك. يلي قالته حلو كتير، بالذات لما قالت ديروا بالكم على بعض وانبسطوا. سمعتوا لحكي؟ سمعتي انتي؟ انا يلي بدي اسمع؟ هلأ طلع الحق علي بالأخير؟ ما بعرف والله، ما سمعت شو حكيت؟ كانت عم تقول اصحك تزعل هالبنت الحلوة او تخليها مقهورة، لانه هي احسن واحلى وحدة بالعالم. انا كنت واقف معكم، ايه ما تقالت هيك؟ اكيد عقلها كان بغير ارني، ابصر وين؟ عادي انسى. عمر وديما أبليكجي؟ توبال. عفوا؟ كنيتي؟ ما فهمت. ديما توبال مو أبليكجي، خربطت انت. طيب بس بدي هويتك. قليلة، انت شو بدك بالهوية؟ شو عم كذب انا؟ انا مو قصدي ديما خانو، بدي اياها مشان التسجيل. تفضلوا الغرفة 701. كيف يعني؟ ممتازة، أكيد رح تعجبكن. بس أنا مو هادي اللي عم بسأل عنه، ما بدنا أوضة واحدة. بس هيك الحجز تبعكن من الأول. يا سيدي وغيرنا رأينا، شو عيب؟ حجز لي أوضة لحالي. بعتذر، الحجز تنظم وخلاص مشان المؤتمر. ما عندكن ولا أوضة فاضية؟ ديما ما في هون، ما بيكذبوا. أكيد بدي أقبل، ما فيني أرفض. هلأ بيجي مين يوصلكن على الغرفة. تفضل. يسلموا، شكراً كتير. يسلمون. أهلا وسهلا. تفضلي يا خانو. شكرا، يعطيك العافية. شو هذا؟ هذا أكيد غسان. ليش لحتى يتصرف بهالطريقة هاي؟ تقول نحن بشهر عسل؟ ما حبيت إلا هالغرفة، بتخنق كتير وشوب كتير صار. اختنقت. معك حق كتير شوب. انت اطلع ولا تتأخر على المؤتمر، وانا بغيابك بشيلهم وبضب كل شيء. انت روح، وانا بنظف الارض كمان. دقي للروم سيرفيس. يلا اطلع. طالع. رح نحكي كلنا سوا. خدي هاتي. هلا انت روحي على الصالون يلا. ايه ليش؟ نعمل مؤتمر مع بعض، شو حبيبتي لهالشغله يلا. طيب يا ربي. كيف كان هات؟ فرجيني نكبس هاي وبعدين هاي. نهال ها وقفي استني. يا ديما شو عم تعملي بنتي؟ لا مو وقت الكونفرنس، وين قاعدين؟ ليش؟ وين بدنا نكون؟ بالبيت. بتعرفي في تعزيل اليوم. يعطيكم العافية، أكيد هلأ بتكونوا تعبانين من كتر الشغل وبدكم تتسلوا فيني. ديما مو هيك؟ ليكي عم نقول بس ترجعي منروح على حمام السوق. شو؟ نحن هيك كنا عم نقول؟ ايه نحن، ايه لك، ومناخد ناريمان خانم معنا. شو أمرتي؟ والسبب؟ العادات بياخذوا البنت على الحمام قبل الخطبه، وانت ما شاء الله جسمك مثل الرخام الابيض، منخليها تشوفك ونحن رافعين راسنا. خلصنا ستي، باي عصر مفكرتينا عايشين؟ شو صاير لك انت؟ ييه وشو فيها كمان؟ وتشوف هالجسم اللي مثل الحليب والقشطه، روحي ربي يحميكي.
صبريني ستي زودتيها كثير، سكري هالموضوع بقى. نهال وانت لا تكوني معها، احكي لشوف، خليني افهم شو القصه. والله لا تواخذيني خالته نوران، ما عجبني هالحكي. ايه شو اللي ما عجبكم فيه يا بنتي؟ هلا شو الغلط نمشي على العادات؟ لانه هي العاده غلط، شو عم نعرض بضاعه نحن؟ انت ما بصير تقبلي حتى لو طلبوا منك. طيب انا رح اعتبر انكم ما حكيتوا اي شيء، ما بدي تنفتح هالسيره مره ثانيه. رح اسكت، ما بدي خبص لاني معصبه. يلا الله معكم. مجانين؟ اشتقت له لعمر، لو كان هون كنت صالحته وما خليته زعلان مني. معصبة منه كتير لئيم. هلأ كل البنات اللي بالمؤتمر بيكونوا عم يتفرجوا عليه، وأنا كمان بدي روح. شو فيها؟ لازم كون بتفرج وبهرب. شلون شايف لي هي اللي اسمها فكرة دخلك؟ مو طايقتها لهالمخلوقة ولا طايقة سيرتها؟ رح تاكله العمر بعيونه، أنا شفتهم. نريمان، أولاً ما تتدخلي بقصص العالم نهائياً، ثانياً عمر بيحبها لديما ما تقلقي أنتي، وثالثاً خليها تطلع فيه. أنت شو خسرانة؟ كيف شو خسرانة سامي؟ أوف، شو يعني خليها تطلع فيه؟ يا روحي يا سامي، ديما بنت على نياتها وما رح تعرف تتصرف. بكرة بتلاقي الزلمة طار من بين إيديها وهي ما لها خبر. وانت شو بيعرفك بكل هالشي؟ شو بيعرفني؟ لو اني ضبيت 10 ليرات كل ما قلعت ما رح حاولت تضحك عليك وتاخدك من بين إيدي، بيكون هلا معي مصاري بتشتري 4 قصور. لهيك بعرف. ايه لوين رح تصلي؟ ليش بالحفلة عيونك وين كانوا؟ هالمجدوبة ديما كانت رح تزت عمر بين إيديها لفكرة وتحمل حالة وتروح. أوف. قلبي انتفخ نريمان، قلبي انتفخ منك والله. خلص سكتت، ما عم تشوف الخطر نهائيا. أنو خطر؟ انت عن شو عم تحكي؟ يا حياتي خطي الرجال، ذكاء مستحيل انه يتطور. خلص حبيبي لا توجع راسك، اترك لي هالشغلات اللي انا. ايه روق، لا تشغل بالك. بدي شوية وقت. انا كنت عم فكر بصوت عالي بصراحه، بشويه تفكير بحسب شو ممكن يصير لقدام. انت روق وطول بالك شوي، الا ما تعمل لها شي غلطه وفورا بنقض عليها. انا بدبرها. تنقضي ناريمان، تنقضي. الا كان بنقض وبشيل عيونها. دكتوره بيقطع الكروت لكل حدا بيضايقني. ها هاي. بالسنوات الماضية صناعتنا تقدمت كتير، وبالتحديد بمجال إنتاج الأحذية، ونحن بشركة باسيونيس عنا معامل بتشتغل بأحدث التكنولوجيا، والعمال صار عندهم خبرة بالشغل والتمكن من الآلات، وعم نحاول من خلال قسم التصميم نقدم هالخبرات للواقع. ومثل ما بنعرف كلنا المصممين بهاي البلد، وبعد النجاح الكبير اللي حققوه ضمن أسواقنا بلشوا يتوجهوا لبرا وأثروا بالموضة العالمية كتير، بميلانو، نيويورك، باريس، وبكل عواصم الموضة كمان. هذا الشيء بيثبت انه عنا كفاءات بتقدر توصل للعالمية، بالاضافة للمواهب بيجي التعليم. هالشيء عفوا، بقصد التعليم عامل اساسي والمفروض ما نتجاهله لانه مهم. طبعا الفرص كمان إلى دور كبير، ونحنا من ضمن قواعد شركتنا انه نقدم فرص للمصممين والمواهب الشابة، لانه منعرف اهمية الفرص إلهم. كتير مبدعين ما لقوا فرصتهم، بقيوا بالظل بدون اهتمام، وبشركتنا صدفنا حالات مثلهم ومنفتخر انه عم يتعاونوا معنا، لانه قدموا لنا شغل مهم، نقلونا لعالم جديد وعيشونا بخيالهم يلي لساته نضيف. ونقصر يوم شو فيها؟ رح يطير الشغل ولا ما بيطلع عنا نهار نغيب ونرتاح؟ خلصنا عمر، مو اليوم، في شغل كتير خلصني. اوف احاش تتقفقف، يلا تحرك. شوفي لسه عنا فرصة عمار. يلا حبي، يلا يا روحي، يلا يا حبيبي، يلا. شو بدك؟ مو معقول، شكلك ما رح تقوم. حاجة تبرد دم علي، يعني مو ناقص غير امسكك من ايدك لتروح هالشركة. اكيد اي قطعة من الجلد قد ما كانت جميلة ما رح تكون كافية. الشيء اللي بيقدر يعطي روح فيها هو لمسة الخبرة بالاضافة للتصميم المهم. ولا الحكي عن هذا الموضوع ما بيخلص. التصميم مرحلة طويلة وصعبة، والإنتاج والاستراتيجية بالتسويق كله بيلعب دور لما نقدم شغلنا. التحكم بكل هي المراحل هو يلي بيعطي النجاح.
أكيد إجا. إجا شو أعمل؟ ما تدوشت لسه؟ شو أعمل يعني وما لحقت؟ شو بده يصير هلأ هيك؟ خليني أفتح عادي. خلصت، فيني فوت؟ فوت طبعاً تعا، وأنا أصلاً كنت فايتة أخذ دوش. واضح إن البرنوس. إيه، احكي لي كيف كان المؤتمر؟ شفتك بعيوني هنيك، أكيد عندك فكرة. نعم. أنا بدي غسل إيدي وشي وريح شوي. طيب إذا هيك أنا بستنى، أنت فوت قبلي. ألو، نعم فريال. عمورة، وصلتنا الأخبار الحلوة. فكرة قالوا ما هيك؟ وإمتى عرسكن؟ الموضوع إشاعة، ما في هيك شيء أبداً، كله كذب. كيف؟ أنا سمعت إنك خطبت، مو هيك؟ خطبت صحيح، بس مو فكرة، لا أنا وفكرة عم نشتغل سوا مو أكتر. عمر، ما عم بتلفوا الدور ما هيك؟ أنا شفت صوركن، مبين في شيء. شو بده يكون فيه فريال؟ ما في شيء بنوب ولا رح يصير، تمام؟ بس فكر هيك، علاقة لمصلحتك، الشغل والحب بيعملوا لكم ضجة كبيرة، عم بقلك. ها فريال، في عندي شغل لفوق راسي اليوم، بدقلك بوقت تاني. بانتظارك يا روحي، ومنحكي وقتها. ماشي، اوكي منحكي وقتها. وانت شو رأيك؟ علاقتكم انت وفكرة لمصلحتكم سوا؟ ليش لا؟ يعني كل شي بصير بهالدنيا. ديما، ما شاء الله عنكم، كل الناس عم يحكوا فيكم، حتى الأطرش سمع سيرتكم. هذا أعلاك مو كتير مهم، حكي صحافي وإعلام، لا تردي عليهم. مو مهمة القصة يعني، ما لازم نرد عليهم، مو مهمين، منكمل وكأنه ما صار شي، مو هيك؟ ولا كأنك عملت شي. ليش أنا شو عملت ديما؟ يا ريت فهميني شو يلي صار. مظلوم أنت، ما رح تبرر أي شي. تبرير لشو؟ عم أحكي عنكن أنت وفكرات. خلص، على أساس انتهى الموضوع، حكينا بهالقصة قبل ما خلصنا بقى. بس الكل عم يحكوا فيكن عمر، شو هالحب الكبير والتصاميم الحلوة وشو لابقين لبعض ونجاحكن واضح، غريبة كأنه. عن جد عم تحكي ديما؟ يعني كل هالقد بهمك شو يلي عم يحكوا العالم مو هيك؟ أنا مسؤول عن تصرفاتي، مو ظابطة تضلك تحاسبيني عن يلي عم يعملوا غيري. تعرف شو عمر؟ فكرة بتحبك، حسيت عليها من الأول. حاجة أوهام لهون وبس. أنت هالجد معنك منتبه إنه البنت بتحبك؟ مو حاسس؟ لما بتوقف جنبك بتتلبك وحتى إيديها ورجليها بيرجفوا. ديما بيجوز عم تشوفيها هيك لأنه أكيد حاططيها براسك. أنت معيشة حالك بهي الأفكار والقصص وهذا وهم. أنا على طول عم أتوهم، ما هيك؟ ما بيخطر لك إنه القصة يلي عم أحكي فيها مزبوطة أو إنه ممكن يكون معي حق؟ لا، الغلط مني على طول. ديما، ما عندك شي تقلي إياه؟ خلص حاج الله ياخدها لديما. ديما، حاجة ولدني، اطلعي بقى. بدي ضل هون. شو عم تساوي جوا؟ ما دخلك، مو طالعة من هون. ديما اسمعيني، اطلعي هلأ البسي وخلينا نروح على العشاء. يلا. أنا مو رايحة. ديما، ما رح روح عمر. متأكدة؟ خلاص؟ ايه متأكدة، روح انت، أنا بقياني ما بدي روح.
عن جد تركني وراح؟ عمر؟ هلا اجى على بالي اتشاطر واخذ مواقف. معقول كون زودت عليه وتضايق؟ لازم روح معه على العشاء لانه هاد شغل. مرحبا عمر بيك. مرحبا. أهلين عمر بيك، كيف الصحة؟ تمام، تفضل إذا بتريد. لما اتصل غسان بيك كتير تحمسنا لنشوفكن اليوم. طبعا إذا صار واتفقنا رح يكون شغلنا مع الشركة في التزام واستمرار. رح تكونوا مروقين، ما في سبب لحتى ما نتفق. كنا عم ننتظر شخص تاني يجي معك. هو هيك كان المخطط، بس ديما خانه ما اجت. ان شاء الله ما في مشكله، مشغوله شوي اليوم لهيك ما اجت. تاخرت عليكم. مساء الخير. مساء النور. مرحبا يا جماعه. اهلين. اهلا وسهلا ديما خانه. اهلين فيك. اهلين بحضرتك. مرحبا، تفضلي عادي لو سمحتي. بالاول بدكم تسمحوا لي اعتذر منكم، لانه بتعرفوا حضرتكم نحن الصبايا بناخذ وقت كتير لنجهز حالنا. الحق معك، تفضلي. شكرا عمر بيك. في شي راح علي؟ بلشتوا تحكوا بشي ولا لسه؟ لسه ما راح شي، هلا بلشنا. شركة باسيونس مع فكرة جالو فورا لفتت نظر الكل ورفعت أسهمكم قدام الكل ليشتغلوا معكم. بصراحة ونحن كمان كباسيونس مبسوطين ومحظوظين بهالشراكة. فكرة خانم صديقة إلي، والحقيقة كلنا لازم نعترف بأن إنسانة مبدعة ومتواضعة، ونحن محظوظين كتير لأنه اشتغلنا معه، وطبعاً هي كمان محظوظة بسيونس أكيد. طبعاً هذا الشيء صحيح، بس لازم نعترف شراكتكم مع جالو عملت حركة أكبر ودعمت شركتكم كتير. صحيح، بس مع هيك نحن منوثق بإبداعات السينيور إبليكجي وتصاميمه، وبالنتيجة إذا بدنا نحكي عن شركة بسيونس ففضله هو وصلت لهون، يعني هو الأساس بهي الشركة. قالوا أو غيره بيجوا بيروحوا، طبعاً بكل تواضع. نحن منفضل لما بدكم تشتغلوا معنا يكون السبب ثقتكم بشركة باسيونس بالدرجة الأولى، بس إذا حبيتوا الشغل يكون مع قالوا من ساعتكم تلتقوا وتتفقوا. ديما خانم مسيطرة على الوضع منيح. يعني هيك بده الشغل، الوضوح هو سياسة الشركة تبعنا. شي حلو. هلا أنا بدي أدفعهم لكل هدول الطلبات؟ طيب بدفع مساك. ماشي الحال. لا وأكلت في جاتو. أكلنا جاتو شي؟ عفو منك. شو أعمل؟ بحبها لياسمين، عشقان. مشان الله حياتي شو بتحب فيها؟ ما أنا هذا يلي ما عم بفهمه. حاجتك كذب بشرفك، بتحبها أكتر واحد. ليش في حدا ما بيحبها لياسمين؟ شوفك شلون بتراقبها حتى بالحفلة مشان هي ما تشوف رقصتنا أنا ورولا. حاولت الهي ولا تكذبني. لا حياتي سويت هيك مشان ما تصير مشكلة بالحفلة، مشان ما تسرقوا بريئي ولمعاني. ما بدي الخناق يكون العلامة الفارقة، بدي أنا أكون المهم. مهم كتير كنت ها. أي الله يوفقك لذكرني، هاليومين ما بنساهم طول عمري اتبهدلت. أي رسميا كنت رح موت، شوف حالتنا. طيب عشان شو ساوي؟ إيه خلصنا، حبة ببيتك، بكرة بتسرق مني فوتي على الشركة ومكانتي ونوري، عندها طموح زيادة. ما هيك؟ هي هيك لو أي صح؟ متمني بس لو تشوفها بعيوني، لو تشوفها بعيوني. أي كأنه بدي استفرغ. مو وقت تستفرغ هلأ، أنت ما بتحبها لياسمين، فهمنا خلاص. وقف، قلبي رح. لأنه حكينا على ياسمين فما عاد تحملت. خاني غسل، عم يصير شي مو منيح. شو ما صار هذا خطية ياسمين. أي 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 وقف، ما عم بقدر أخذ نفس، عم يشد كتير. كله من حكيك عليها. قلبي يا أمي كأنه عمود الغسال. أي لؤي، لؤي شبك شبه تعافلة هون. لؤي خليك معي. لؤي. وأنا كمان بأول فترة كنت مبتدئة طبعاً، بس مع الوقت والشغل تعلمت منيح، وحتى وصلت لمرحلة اتنافس مع عمر بيك. صحيح هالحكي عمر بيك، بس بنعرف إنك لعيب جولف كتير مهم. يعني هو أكيد أنا ما وصلت لمستوى عمر بيك، بس صدف كم مرة فزت على حضرته بهاللعبة. مزبوط صدقوها ديما خانم،
نحن مبسوطين بوجودك اليوم. عمر بيك من الأصل بنعرفه، بس شي بيسعدنا نعرف إنه في ناس مثل حضرتك كمان بالشركة. وأنا هيك رأيي، لازم تاخد ديما خانم على اجتماعاتك على طول، بصراحة قدرت تعطي عنكم فكرة إيجابية كتير. شي أكيد. ونحن ممنونين لوجودك ديما خانم، منفتخر فيك. عمر شو أخبارك؟ صار لي زمان ما شفتك، ما عاد مرقت لعندي. مشاغل يا صديقي. مساء الخيرات، صحتين على قلبكم. أوه أنور بيك، يسعد أوقاتك. أهلين مصطفى. مرحبا. شو هالصدفة الحلوة؟ تفضل عود معنا. شكرا. وصلتنا الأخبار الحلوة على خطبة أنت وفكرة قالوا، مزبوط؟ خطبت صحيح يلي سمعته، خطبت أروع إنسانة بالدنيا كلها. شو عم تقول؟ انت رح تتجوزي عني؟ هيك بيساوي العشق، عقبالكم. طيب ومين هي هالمحظوظة؟ بالواقع انا المحظوظ فيها، ديما توبال، هي حب حياتي. الف مبروك. شكرا لكم. شرفت بحضرتك ديما خانم. وانا كمان. لكن يا عمر يظهر غرقان بالحب، من عيونك واضح هذا الشيء. الله يهنيكم كلك زوق. شكرا. في أوضح من هيك؟ والله حلو الرواق، شايفة ما أحلانا؟ ما حدا رح يتدخل فينا. ماشي، فهمت عليك حياتي. لكن اتفقنا. ايه أكيد، بسطنا بهالجمعة لدرجة كبيرة، وأنا متأكد أنه رح يطلع معنا شغل كتير حلو سوا. ما عنا شك بنوب. لكن عم نستناكم الأسبوع الجاي بس يونس. أكيد يا خانم، ونحن على الموعد. نتشرف فيكم. تشرفنا ديما خالد. تحياتي عمر. عمر بيك. بانتظار. الله معكم. عمر ديما، كنتي بتجنيني بالاجتماع. مبسوط مني؟ كتير. تاخدي العقل، سحرتي يون، سحرتيني كمان. انت انسحرت؟ امشي، خلينا نطلع من هون. تعي. لوين؟ خلص تعي، يي علينا. اوف. الو نام. شو؟ غسان شو عم تقول؟ كيفه هلأ؟ طيب جاهين. شو عم يصير؟ عم يقول انه نقلوا لؤي على المشفى ولازم نروح لعنده. لؤي لك انت شو عم تقول سامي؟ ماما استني جاي معك. جيت ماما. الو نعم. لؤي بأي مستشفى؟ جاي لعندكم فورا. يا الله. دخيلك يا ربي، ما كان في شيء ابدا. شو صار له؟ ليش ما فهمت منه القصه بالضبط؟ هلا منعرف، بجوز الشغله مو مهمه غالبا. إن شاء الله ما يكون شي خطير حوينته. شو بردتي؟ ايه كأني بردت شوي. ديما ما في شي، خلص لا تتوتري حبيبتي. أنا مبسوطة كتير لأني هون جنبك. بحياتي ما بتذكر إني كنت مبسوطة غير بهذا الحب. مو بس هلأ، عنا العمر كله. ورح حبك العمر كله. الدنيا قدامنا ولسه في كتير شغلات ما شفناها. رح نعرف بعض أكتر ونكتشف الحياة، ورح نسافر وندور كتير. منستاهل نفرح ديما. ما رح خلي شي يروح علينا، بدنا ننبسط بكل شي. بدي توعدني
شو ما كان يكون ما بتترك ايدي ابدا. اوكي وحد، شو ما كان يكون. انا ما عم افهم شو عم يصير، كيف طلعوا من المشفى؟ لؤي بيك غريب حتى وهو مريض. قال منفوخ ومعه غازات، قام طالعوا على البيت. قال الحمد لله على الاقل ما طلع معه شيء خطير. ستي هيك طبعوا للؤي، قوم الدنيا وقعد وطلع ما في شيء بالاخير. بس حرام بيكون خاف كتير، خلينا نروح نشوفه. رايحين نشوفه. آي آي عمود قلبي موجوع، آي أنا انصبت بالعين موجوع وتعبان. ليش شو صار لك هلأ كنت ساكت وهدي عم فجأة بحثت؟ اسمعي وهي ياسمين، حياتي من الأصل أنت يلي علمتينا البحث. أنا ماني هيك لأنه طفولتي قضيتها بنيشان تاج. أنا تربيت وعندي خدامات، عم تسمعي؟ من الصبح بكير كانوا يجيبوا لي قهوتي والفطور لفرشتي. طفولتي قضيتها بإطلالة على المضيق، كنت أنزل على البحر وأمشي مع التيار. دخيلك يا ربي صبرني. انت منيح لؤي؟ لا مو منيح، بنوب عمور، كنت رح روح من بين ايديكم اليوم. وضعك اللي شايفه بيقول انك منيح. واجت ام عرق ونص؟ كيفك لؤي بيك؟ والله انا شايفه وضعك ممتاز. حكيت على اساس. ايه عمور كثير تعبان حياتي عمود. اذا ما اهتميت فيه ودللته مستحيل يسكت تصرف. طيب شو يلي صار معك؟ هات لشوف خبرنا. وبعدين شو بوشك؟ غسان، وانت شو هالمنظر؟ شو عامل؟ شو صاير؟ غازات. تفضلي. يسلموا ايديكي. شكرا. جنى خلص لا تقهري حالك، ما بتحمل شوفك زعلانة هالقد لو شو ما كان صاير. ضايعة ما عم استوعب، طلع مرتبط بياسمين فكرت، ما عم صدق كيف ما انتبهت لهالشغلة كل هالوقت وبلشت ارسم احلام مثل المراهقات. هيك هو الحب، بتشوفي بس اللي حابة تشوفي وبتعمى عيونك عن الواقع. بس قد ما حاولتي بالأخير هيك الحقيقة فجأة بتتوضح قدامك للأسف. خلص انسي، ما في شي نقدر نعمله. بالأصل نحنا شغلنا خالص هون، لهيك خلينا نرجع على نيويورك بقى. بكير على نيويورك. شو؟ خلينا نبقى هون. لا وليش؟ لأنه أنا ناطرة شي. حسني قلبي، الشخص اللي متوقعته ما هيك؟ صار شي مباشر يعني شفتي وقال لك شي معين؟ ما شفته، لا بس ما لي قدران بعد عنه، محتارة كتير. طولي بالك. شو أعمل يا جنى؟ عم حب، عشقانة، كيف بدي بعد عنه جنى؟ كتير صعب. هذا أحلى خبر الليلة، معناتها أخذنا الزبون. أفضل ديما، هيك فيك تقول يعني نجحنا مع بعض. ممتاز كتير، رأيت أموركن لكان، رجع رأي الجو شوي بيناتكن صح؟ صح. بيلبق لكن كأنه كل شي بحياتنا عم بيصير أحسن. على ما يبدو هيك شكله. وأنا كمان عمر بدي أقول لك شغلة، يعني شوي الخبرية غريبة بس هيك. ايه احكي لي شريك، شبك؟ ترامبا وشيري فكوا شراكتهم، وياسمين عم بتقدم لنا عرض نوحد الشركتين وندمجهم. طبعا هي رح تضل تحت ظلنا، هي اذا قبلنا. شو تكون شريك؟ هيك قصدك؟ فيك تقول هيك يعني. اكيد لا. لا مو موافق غسان. كيف يعني؟ هلا انت كأنه اخذت قرارك فورا صح؟ مو القصة قصة قرار غسان، يعني
نحن ما لازم نقبل نشارك ياسمين بأي شيء لأنه غلط. شو معناتها لأنه غلط؟ بالنسبة لشو؟ بالنسبة إلي. طيب وأنا؟ شبك أنت؟ غسان سألتني سؤال ما هيك؟ وأنا قلت لك أنه ماني موافق. شو يلي مواضح لإلك؟ عمر أنت بتعرف الوضع يلي بيني وبين ياسمين، بتعرفه منيح مو؟ بعرفه. يعني ممكن تكون ياسمين بحياتك إلى أثر كبير وكمان هالشغلة كتير حلوة، بس نحن بنعرف تاريخها لياسمين ما هيك؟ وبعدين علاقتك معها شو إلا دخل بشغلنا؟ وجاية ديما لباسيوني شو كان دخلها بشغلنا؟ ديما مصممة مبتدئة، أنا يلي كنت معلمها بالأول إذا بتتذكر مو هيك؟ لو ما عشنا بحياتنا الخاصة مشاكل كانت لهلأ باسيوني. كثير منيح. ومع نسرين شو الترتيب؟ يا غسان شو لا 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 افهم، إذا الشغلة لناس وناس نسرين ليش اشتغلت عنا؟ شو بدي أحكي لك عن نسرين؟ بتعرف شو بتشتغل البنت بمارسيليا وإجت لعنا وصارت بالشركة مستشارة، شو دخل هالموضوع؟ ياسمين مو ناجحة بشغلة برأيك؟ ولا مفكر كان فينا نروج للعرض تبع مبارح بدوننا؟ شفته كيف كان؟ هاد مو حكينا هلأ، تيجي وتشتغل بهالشغلة ما عندي أي اعتراض، بس تكون شريكة مستحيل يصير هالشي. غسان رافض المقترح؟ رافضه أكيد. هالقرار ما رح تاخده لحالك عمر بيه. شو عم يصير جوا؟ شبه عمر وغسان مختلفين كأنه. انتي روحي جيبي لنا اخبار، ما بيصير يتخانقوا ببيتي، هلا غسان بيفقد اعصابه. ما بدي. يي ليش بقى؟ مالك اخذ اذن منه؟ لا بس انا ما بتجاوز الخطوط الحمراء عند عمر، ما بحشر انفي يعني. يي فظيعه شو ممله انتي. برافو عليكي ديما، برافو بنتي. مع الاسف انا ما كنت محظوظ مثل عمر بهاي الشغله. حياتي انتي الانثى الوحيده والاساس بحياته، بدك تكوني مثل الوباء، بدك تحشري انفك، شو بفهمك انتي دخيلك؟ يا حياتي هي شو بفهمها، اتركي يا كرمال الله، انا بروح وبشوف اذا بيكونوا عم بيتناقشوا بشي ليقرروا فلازم انا يلي قرر. انا قايم شوفهم اذا هيك. اي على طول تتدخلي لانه بالاخير انا يلي شريك بالشركه. انا ديما خير؟ شوفي تعي معي، تعي. غسان بكره بالشركه بنتفاهم. طيب ليش لبكره؟ ليش بدنا نحكي بالشركه؟ فهمني ليش هنأجل الحديث، بدي احكي هلا. يلا هلا انت ليش كل هالقد محتد؟ انا ماني فهمان ابدا، واذا حدا فهماني فهمني. انا فهمان فهمكن ليش؟ شوف شو انت بتساوي، بتتركني فكر لبكره وبعدين بدك اقول لك انا غلطان وبيجي بعتذر منك، هذا اللي منتظره مني ومتامل اعمله ما هيك؟ احكي. ما حكيت هيك شيء بنوب. خلصنا يا اي لا تعصبوا على بعض انتوا اخوان. لو اي الموضوع ما له علاقه فيك اطلع من اي عمور. غسان مو متحمل ضرب اصلا، ما بقى في شيء لحتى ينضرب. مو ناقصه انت. ايه يا شباب خلينا عايشين بسلام وتفاهم تحت هذا السقف. شو ضربه وانو سقف؟ عن شو عم تحكي له؟ اي سقف بيتي يا حياتي. شو هذا؟ هذا شو؟ مجله هي. ولك يا جد ما تطلعي فيها. انت قولي لي نريمان خانم. خدي اقري شو مكتوب هون. فكرة قالوا ريبورتاج إلها. شوفي هون شو سألينا وشوفي حضرتها شو مجاوبتن. عمر إبليكجي وإنتي شو نوع العلاقة يلي بتربطكن سوا؟ هل هي علاقة من نوع خاص بتتخطى حدود الشغل مع بعضكن؟ وهي الحية شو مجاوبة؟ احكي. ما بدي لا أقرأ ولا شوف شو مجاوبة. ري جواب لشوف. مكانته خاصة وبحترمه كتير، والشغل معه من أحلى التجارب يلي مرقت فيها. نحن عمليين وناضجين، لكن فينا نعتبر إنه الشغل بيننا خلق محبة وانسجام. شفتي كيف؟ لك قديشك أنت وحدة هبلة، ها؟ مو حاسة ولا منتبهة كيف هالحي عم تبرم حواليكي لتاخد عمر. شو بعرفني نريمان خانم، بس مو حاسستها هيك. بجوز مو قصده ونحن فهمنا كلامه غلط. هاي رح تجلطيني. الموضوع هذا أنا اللي رح حله، وهي فكرة تتركيها اللي أنا ببعدها عنه. نخلص منه وفوراً منتحاسب أنا وياكي. اشكري ربك إنه قبلانين تتجوزي عمر وتاخدي براسك هون. شوفي شو محطوط هون، افتحي لمخك وعيونك افتحيهم. نريمان خانم بلا بس بلا بطيخ. ها
هلا مو وقته. خلصيني يلا بنحكي بعدين، احسن ما يشوفنا عمر واقفين هون. بنرجع بنحكي بالموضوع بعدين، اتركي لي فكره هلا. تعمليها خلص نعم لك بعدين بنحكي، هلا مو وقته. يلا امشي بقى، بس حكي تقولي لعمر شي، فهمتي؟ يلا فهمت لك. يلا لواي، لواي بالأول لازم نفهم القصة. سمسومة بيك ما رح يفهمونا شي لأنه ما سألتهم لهلأ. يا أولاد شو عم بيصير؟ على شو مختلفين؟ ما في شي مهم عمي، شغلة بيناتنا. بدي روح وصل ديما على البيت، ومثل ما قلت لك بكرة منحكي. قديش محترم هالولد، قال يلي عنده وراح بلا ما يسأل. انتو خليكن قاعدين عم تتفرجوا على بعض. لواي شو في سمسومة بيك؟ رح موت كنت. بيكون خالص عمرك. اي لكن بما انه قاعدين بالمطبخ تعوا ناكل كب كيك. اي بلشت معتي تفرك علي، بس انت ما في تاكل سمسومه بيك، ختيار لانك لا تاكل سكريات بلا ما يصير لك شيء. ديما يلا ماشي. عمر ليش اتخانقت انت وغسان حبيبي؟ في شي صاير؟ اي لا تعملوا هيك ببعضكم، لا تزعلوا بعضكم بدون سبب، ما في داعي ابدا. بشوفك مرت عمي، تصبحوا على خير. يلا بخاطركم. الله معكم. غسان معلش تهدى وتروق، احكي لي شو القصة، على شو اختلفتوا؟ مو مختلفين، عمر لساته دكتاتور، هاد هو عمر مستحيل يتغير. رح قلكم رأيي بكل صراحة، بعرف انه غسان بيحبه لشلال الجليد، بس هداك بيتغالص. مرحبا. مرحبا ياسمين. غسان انت منيح؟ حياتي ما في داعي لك، نحن جنبه بتقدري تنسحبي. انت جنبه ولا عم تاكل؟ لؤي تعال نتركه لحالهم يلا. لؤي طيب طيب ليكني قايم، هالبيت مو بيت، صار مسلسل للمراهقين. والله مليت من مشاكلهم هنن الكل، يلا حلوها بيناتكن. اي سمسومة بيك شو رايك نلعب طاولة انا وياك؟ روح خلصني. اي او بتعرف شو، الكل خليه يروح لانه انا بدي نام. يلا روحوا. خلصني. ما عم صدق انا. بس ثاني يلا احكي لي شو اللي صاير. ما عم بتفاهم معه، ما عم نتفاهم، مو حالي هي. دائما عمر بيك معه حق ودائما كلامه هو الصح، شو منفكر ما بيهمه، احساسنا وراينا ما بيهمه، ما في شيء له اهميه عنده ابدا. معلش تهدى حبيبي وتروق، معقول اتخانقتوا بسببي انا؟ مو هيك، انت ما دخلك بهالشغله، عمر اللي خلانا نتخانق مع بعض. كل الحق على عمر، مو شايف حدا ولا معبر حدا، عمر وبس. لوليتي انتبه على حالك، انا سابقتكم على السياره. يلا ناريمان. حياتي روحوا انتو، بدي ضل عند لؤي شوي، برجع بتاكسي. خلص انت لا تاكل هم، تعرف لوليتي هلا مريض وتعبان، ومشان ما يبقى لحاله بسلي. حرام. طبعا حرام. الحمد لله على سلامتك لؤي، ولا بقى تكتر اكل ماشي. اي شكرا سمسومه بيك، شكرا لانك اجيت. يلا تعي نفوت لجوا. اي ريحتيني انك بقيتي عندي نروم، هلا مننام على الناس ونحن متغطين بالحرامات. اي لوليتي ما رح ضل، بس ما بدي سامي يعرف، لازم روح بسرعه، عندي شغل ضروري. عندك شغل؟ شغل شو حكيلي؟ جهز حالك لوليتي، ناري ما خانوا مجنوده رح يرجعوا يجتمعوا. جنى اهلا وسهلا. اجيت بدون موعد، في موضوع مهم. خير شوفي. الحقيني هلا بتعرفي شو هو؟ باين عندك قطة كمان، هدول هن القطة تبعك؟ حضرتك ما بتحب القطط كأنك؟ انا ما بحب الناس اللي بيتمسكنوا مثل القطط، او يلي بدهم يتمسكنوا بنحط لهم حدود. عادي لشوف. فوتي ديما شبك؟ طيب ليكني فايتة. هلا اطلعي عالجنينة واستنيني هنيك، انا جاية ما بطول، اتفقنا؟ طيب. شو القصة؟
muhtemel aşk için açtım bendimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi. عمر خير، ليش طولت؟ والله انشغل بالي، شو عم يصير؟ ممنوع تشلحي له هذا الخاتم، ما عاد بدنا نتخانق ابنه ولا حتى نزعل، وشو ما صار نكون مع بعض. من هلا ورايح على نفس الطريق وما رح نفترق. بعدولي يلا، بعدو من قدامي. اي عم تعملوا عجقة، روحوا. اي كأنه ما في حدا هون.
أين أقطع نفسي من الدرج؟ أي أنا عم موت؟ كأنه أنا يلي بدي أتجوز. أي فتر راسي من الجوع. أي أنا جوعان وتعبان. لوي هدول زرار صح؟ هدول هنن سمسومة بيك. يلا هاتهم. وأي شو ناطر؟ خليهم معي. كيف خليهم معك؟ أنا بحطهم على كمامك؟ على كمام العريس. ولك أنا يلي لازم حطهم. طبعا هيك بتقول العادات والتقاليد، وطبعا اذا بتحطهم انت مناسب اكثر. امسك هاتهم. انت خدهم. لوي مو وقت غلصتك هلا. اي سمسومه بيك، يعني انا كمان رفيقه للعريس وقريبه، واذا انا حطيتهم بيفرح اكثر. لوي لا تخليني ضوج، فهم بقى الضوج مع شواربي. اي نعم مع شواربي. اي طيب امسك هات. لوي خلصني بلا غلاصه. اليوم حلفت اني ما اعصب من شيء ابدا، بس انت نجحت بانك تعصبني. برافو عليك والله. امشي. دائما عصبي، بده يعصب على كل شيء. اه اي نشف حلقي ولساني، لازم اشرب شيء. نروم وين يا ترى؟ نروم. ايه شو صار معكم؟ صرتوا جاهزين يا شباب؟ جاهزين على الاغلب. ايه اكيد جاهزين عمي. طيب إذا هيك خلينا نحط زرار العريس.